السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم يا شيخ يا شيخ، تليفوني تولي متهني. ألو، نعم سيدتي. بونجور الشيخ. وعليك البونجور سيدتي. اه توجور جيجي دو ألجي. اه مرحبا، خرجة جديدة إن شاء الله. Oui, c'est sûr. Je suis malade. Je suis énervée. Cheikh, à la belle canaille, mort un homme d'affaires. Rajli, c'est un homme d'affaires. Un domaine subhème fait de l'mujtama. Yak. صح. إيه وحلينا أنا ومي كوبين وحلينا جمعيان تاع هادوك اللي يعاونوا الفقراء. حبطت الواحد لا شومبر عندنا في السوسول، راجلي حيت فيها الدراهم حتى لهنا. مديت يدي جبت واحد الباقي قد هاك نتاع الدراهم وكاع لي بيجدد، شريت بهم كاع لي دونات وديتهم لهذوك الأولاد الفقراء. دي دونات هكذا جدد يهبلوا، بصح البروبليم ما حبوش ياكلوهم. جو سوي شوكي. شوفي السيدة جيجي المحترمة، واه الزوج الكريم، وشني هو يعني الخدمة نتاعه، وشني هو الشغل نتاعه سيدتي؟ اش تدي اكزاكتومون ما على باليش، مي على بالي بلي هو يخدم هكذا حوايج كبار، يدير لي زافير، والمنصب تاعو مهم. على بالك الحق حتى خلص درهم كبر باش ولا راجل مهم. اه سيدتي اني فهمتك. أي. خلاص الرسالة وصلت. شوفي يا سيدتي المحترمة، واه فيما يخص هذا الموضوع المهم والجاد في ذات الوقت، أه. الشعب البسيط ما ياكلش الماكله اللي جايه من الدراهم الحرام يا سيدتي المحترمه. حبتي ما ماشي مليون. الو، السلام عليكم. اهلا وسهلا ومرحبا. صباح الخير الشيخ، معك سوسو كرنداري. في شراك الشيخ صعبة انتيك؟ عودتي وليتي بياسر الشيخ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اتفضلي دخلي في الموضوع سيدتي، دخلي. شوف الشيخ، على بالك أنا يا انتيك رياضية وك على بالك، ونحب نروح نشوف الماتش في الصطاد. شنو يقولوا باللي انسى انتير دي يدخلوا الصطاد؟ الشيخ كيفش العقلية؟ شوفي يا سيدتي المحترمة، نعم. شوفي يا سوسو كلونداري، نعم. انتي لما تدخلي الاصطاد انتي راكي مرأة ياك، هكذا سوسو كلونداري؟ نعم. بصح كي تدخلي الاصطاد وانتي مرأة في وسطهم، اي خافوا يتبلاوك، قادرين يضربوك، قادرين ما يخلوش تدخلي فيه. سمعني الشيخ نقاطعك، على بالك هنايا قصت لي المشاعر. على بالك كيفاش قصت لي المشاعر؟ الشيخ راك تشك في القدرات ولا كيف؟ الا موش يدير حاله حبيبنا، وش بيك نحش من رجلين؟ وش بيك؟ على بالك كل واحد يدير له شيء. اسمع الشيخ، على بالك نقولك حاجه، طيحت لي بالمشاعر الشيخ، على بالك ما قدرتنيش كاع الشيخ. نقول لك حاجه، اي تشوف الجمعه الجايه الماتش نوري لك واش ندير الشيخ. تضربوني اني خارجه للحومه ديجا، مي سمعت باللي كاين الدواء تنتيك. يا لي تكنيسيان، هذه ما فهمتش انا كيفاش فوتوها لي، وما عرفتش ميم با هذه شكون هذه. راكم تفوتوا لي غير نامبورت، ولو كان ضربتني بالكنونداري. الو، ايه لا لا ما شكون فيهم الزوجات نتاوعي؟ الزوجة، ايه واش راكي باغيه تروحي لداركم؟ شوفي عندك يومين وعندك نهار من عندي. لا ما تروحيش وحدك، هي على بالي عندك دراري وراكي كبيرة. ادي الوسطاني واحد منهم. هيا شحة شحة شحة، سبحان الله تفهموا يعيطوا كاع في ضربة وحجة. الو، واش حوشي عندي انتي؟ ياك تي بغيتي تروحي لداركم روحي لداركم، قلتيني ما نقعدش هنا. لا لا، الهضره مع باباك، حنا تفاهمنا نهار الاول مع الرجال نكملوها مع الرجال. هيا خلاص ما تجيديش تعيطي لي، سبحان الله والله ما فهمت حاجه. تفهموا كاع يعيطوا في وحده، هاي وحده تعيط والاخرى تعيط. الو، هيه هيه تفهمنا نهار الخميس راكي جايه؟ الاربعاء؟ لا لا قلتي الخميس الخميس، ارواحي بالجمعه، هذا نهار من عندي بس تحي مع الجدول. شح شح شح، هاديك تعيط نفرح، عندها غير بورت بونور. الو، ايه 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 ايه، انا عندي غير هي. عجبك هذاك البارور؟ شوفي خيريه واني هنا،
اللي تبغيه، الغالي كاع ما يغلى عليك، انت غاليه عليه. ايه ايه صح صح. سبحان الله، ما يخلوناش كاع نقعدو ترانكيل. الو يالو يالو عبد القادر. لا لا ماشي عبد القادر. محمد. لا لا ياسين. لا لا راكي مع الشيخ. ايه الشيخ ملك يعيط لي، جابك ربي في الطريق. يا ودي انت اللي عيطتي مشينا اللي عيطت يا امراه. يا شيخ يسقسي عليك الخير، راني شتي تندير الدوسي. واش من الدوسي هذا؟ يا الدوسيه تاع الدوسي. يا الدوسي تاع الخدمه. ايه من بعد يا قول لي واش كاين فيه الدوسيه. الدوسي هذا يا سيدتي فهمي روحك، واش راكي باغيه انت؟ واش راكي الطموح نتاعك؟ يا شيخ انا حبيت نبني لافونير، بغيت نمد الدوسي للدوله يعطيوني السوارد. اه حبيتي تديري لافونير، انت شحال في عمرك؟ يا 82 عام. الله يبارك الله يبارك. نعم. باغيه تجيبي السوارد؟ نعم. ايوا شوفي شوفي يا سيدتي المحترمه. نعم. تقدري ديري حاجه تجيبي بها السوارد. اه مادام انت ما عندك والو، يعني عندك الوقت. عندي. شوفي كاش حجب شياشي يكون كبير وعندو الناش معاه، فهمتي يا مر؟ على بالك بيها هادي. يا واش تقول يا يعني واش نولي يعني تاعش يعني؟ تولي نايمه جيبيتي في البرمامان. ياه يا كتجيبو تي اللي عرفو هذاك اللي هز يدو يدير هيه. نعم معليش انتي روحي على حساب نيتك، يولو عندك الشوارد، تولي تشاركي في البروجيات، تولي على بالك وين تروحي عندك البروجي، وتولي حتى الخلصه نتاعك مليحه زينه، يولو عندك الامتيازات، يعطوك الشوارد، فهمتيني؟ وعندك سياره فاخره بالشوفور، ولا ديري شوفوره، ويزيدوا يديروا لك حتى العشاشه. يالو يالوني معاك. يالو عبد القادر. لا لا راكي مع الشيخ. اي يا عم الشيفور امشي دبا دبا، هنا قلبي مذعور ومن فرقة المحبة حبيبي، من فرقة المحبة. ألو نعم أهلا وسهلا. ألو الشيخ صباح الخير، شناهي حوالك؟ أهلا سيدتي، يظن باللي أنت على حسب اللهجة ما كيش منا من الجزائر. أي أنا معاك منجية تونسية وعايشة في الجزائر العاصمة. مرحبا بك سيدتي، واش حوالك؟ كيفاش راكي عايشة؟ الحمد لله الحمد لله، يعلي مقيمك ومشينك، ربي عايشك. أنت راكم عايدة رجالكم زينين ونسائكم باهيين، ربي يبارك. شني هي عندي لك سؤال محيرني الشيخ. مش أنا هو هذا السؤال سيدتي؟ أنت بربي شنيا هو السر اللي عند المرأة الجزائرية؟ راهي صبارة وفي قلبها رافدة ونورمال يعني صابرة ونورمال وعايشة نورمال مع الرجل الجزائري، شنيا هو السر؟ شوفي يا سيدتي المحترمة. أي. إحنا في الجزائر نعلم جيدا، نحن الرجال. أي. نعلم جيدا بأن النساء كامل في الجزائر كاع كيفيه. هذه واحدة. ثانيا سيدتي المحترمة، احنا نساء قبل ما نتزوجوا بهم نعرفوهم النهار الاول اللي تجي للدار نتاعها. ثالثا احنا كامل الرجال تاع الجزائر عندنا زهر، والنساء تاع الجزائر عندهم الزهر. توعد بربي يا زبيدو حبيبي.